هو أرحم الراحمين. وبداخله ابن حسن بن محمد بن يوسف الطاهرين رعايا الأوفياء المخلصين سكان إقليم خريجة. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ورعي الإيمان نوره لإقليمكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه به دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد المولي عاملا عليكم خليمنا الأرض السيد حميد شنوري لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاضطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنفقناها بعهده، ونعمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة إقليمكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانه. كما نرجو منه أن يرقو أحوالكم عن كثرة ويعنى بصغيرها وكبيرها، ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابقة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق. والسلام. السيد العامل الجديد سيد أحمد الشنوري، وما هي انتظارات المواطنين من هذا العامل الجديد؟ هذه التعيينات الجديدة من أفريقيا تدخل في إطار التصور الجديد للنموذج التنموي لصاحب الجلالة، وهدفه هو إعطاء دينامية جديدة لإقلاع الاقتصاديات المحلية، لأن هناك الحمد لله على الصعيد الوطني الاقتصاد الوطني يتحرك، الهياكل الإدارة تتحرك، ولكن لابد كذلك أن تشمل هذه الحركة المجال المحلي. ومطلوب من سيد العامل الجديد وفعلا أن يسهر على المشاريع، وهي كثيرة المشاريع في هذا الإقليم لكي ينهض هذا الإقليم، لأنه إقليم الحمد لله غني، إقليم فيه شباب، فيه مؤسسات جامعية، فيه طاقات. إذا لابد من التنسيق مع الشركاء وتشجيع القطاع الخاص وجلب استثمارات خاصة المنطقة الصناعية الجديدة بجانب واتزم. إذا هناك مؤشرات من يعني دالة إيجابية على أن هذا الاقتصاد إن شاء الله، أن هذا الإقليم سيتحرك ولكن بطاقته. نعم. ودور سيد العامل هو فعلا المحرك الأول في هذا الإقليم إن شاء الله، ولي اليقين أنه له القدرة الكاملة والتجربة الكاملة من أجل نهوض هذا الإقليم إن شاء الله. سيد الوزير شكرا على سعة صدركم. سي بوعزات الكراوي، أنت ممثل الجالية بالخارج، أكيد عندكم انتظارات من هذا العامل، بغيناك تدير لنا باختصار. كنتظروا من هذا السيد العامل الجديد إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش يدير لنا مكتب خاص في الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا وفي جميع العالم، باش يكون عندنا قرب مع العمالة والسيد العامل، باش المشاكل ديالنا ماشي حتى نهار 10 عاد باش كيبدا نطرحوا في المشاكل ديالنا ما كيسمع منا حتى شي حد. إذا خصنا نهار قبل شهرين أو 3 شهور يكون هذا الشيء في راس العالم. سي بوعزة شنو هي هاد المشاكل؟ المشاكل بزاف، لأن عندنا من المشاكل ديال الماء وديال الضوء وديال العطار بزاف، اللي كانت جودي في 10 أيام ولا 15 يوم باش غادي ما غاتكفيناش لا مع المحكمة ولا مع والدنا ولا مع الماء. أنتم دابا باغي اشتغال على مدار السنة. مدار السنة، إذا خاصنا يعطينا واحد المكتب خاص في الجالية قبل ما تكون ذاك النهار ديال 10 باش نكونوا قراب من الإدارة. سي بوعزة الكراوي ممثل الجالية، شكرا على هاد الاختصامات. في تاريخ 26 يناير 1960 بالدار البيضاء، وهو
كرئيس أمن في كل الإسكان وأكادير المغربيين سنة 2009 في مهام والي أمن تطوان، ثم مهام مدير استلامات العامة سنة 2011، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بالثقة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وعينه جلالته بتاريخ 10 مايو 2012 عاملا على عملة الإسكان إذ ملول، ثم عاملا على إقليم أفريقيا بتاريخ 20 مارس 2018. السيد حميد الشنوري حاصل على وسام استحقاق وطني من الدرجة إلى الدرجة الثانية، متزوج وأهل ابنين أصلحهم الله. إذا بهذه المناسبة كذلك أريد أن أخبر وكذلك كما تعلمون أن اختار لي صاحب الجلالة بتاريخ 23/2018 وخطاب 20/2018 أكد على ضرورة تبني طريقة جديدة على مستوى تنمية منظومة جديدة تمركز حول عناصر جديدة وهي كذلك استمرارية للنهوض الاقتصاد المغربي والنهوض بالعدالة الاجتماعية سواء على مستوى اجتماعي أو ترابي، والأوضاع الاجتماعية هي عنصر أساسي في إطار هذا التوجه الجديد، لأن انطلاقنا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال مقاطع قوية لبرنامج الدعم كما درسوا، وتعلمون أن المغرب إن شاء الله على برنامج جديد للتأمين تم دروس الأولي، لأن حدود كلامي إذا كان استفاد من تم دروس الأولي حدوده أكبر بكثير من أولئك الذين يستفيدوا من هذا تم دروس، إذا لابد أن يشمل تم دروس الأولي كل أبناء المغاربة وخاصة المرحلة الأولى من أربع سنوات إلى خمس سنوات، ثم المرحلة ابتداء من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. وكذلك هناك توجه إلى دعم فئات الهشة وإطلاق جيل جديد للمبادرة الوطنية للتدخل ولفرض وكذلك إيجاد فرص شغل جديدة للشباب خاصة الشباب وتسحيب انحلالات منظومة الرماد قصد ديمقراطيتها وقصد استفادة الفئات المستحقة لها، لأن هناك مع الأسف عدد كبير من مستحقي هذه التغطية الصحية لم يستفيدوا ولم يسجلوا في الرماد، لأن لم يتم إعادة النظر فيها، وكذلك تدبير هذا الشأن، لأن تدبير عنصر أساسي خاصة لأن التغطية الصحية على مستوى تطلب موارد كثيرة، وإذا كان التدبير ليس بالمستوى فيقينا أن الهدف سيكون مع الأسف مرافقة إعادة النظر في منظومة الرمان من أول إلى سفلية في إطار تصور جديد لمنظومة التغطية الصحية وتصور جديد في إطار معالجة إشكالية الفقر، لأن كل ما توسع الفقر كل ما كانت حاجة إلى توسيع منظومة الرماد، وكل ما تخلص الفقر كلما احتجنا موارد أقل، إذا لابد من تنمية اقتصادية لتخليص البطالة وتخليص البطالة وكذلك تخليص الحاجة إلى الرماد. وهناك كذلك مشكل تفاوتات اجتماعية وتفاوتات مجالية لم تتم معالجتها، لأن هذه المنظومة كذلك ستأتي باتجاه جديد لتحفيز الاستثمارات، وهذه العمالة سترى إن شاء الله قد بدأت أشغال في منطقة صناعية جديدة، الهدف هو فعلا جلب استثمارات وتوفير الشغل للشباب، لأن أكبر معاناة الشباب هو مشكل التشغيل إلى جانب المشاكل الأخرى، ولكن البطالة على رأس الأولوية.